اليوم راح ناخذ التجربة الثانية اللي هي Alarm System. راح نتعلم شلون نصمم Alarm System باستخدام الأردوينو. المكونات اللي راح نستعملها بهاي التجربة، أول شيء راح نستعمل البزر. البزر طبعاً أول شيء لازم نعرفه اللي هو Digital Output. هاي لازم أول شيء من نستخدم أي مكون إحنا نعرف إنه هو Digital أو Analog Input أو Output، فهو Digital Output. هو يعني البزر هو عبارة عن جهاز يستخدم حتى يسوي Buzzing or Beeping Noise، يطلع صوت. إحنا نعرف شنو البزر، هو عبارة يعني مثل المنبه يطلع صوت. هذا الشكل أمامكم، هي مجموعة من البزرز. هاي عندنا مودلز اللي إحنا راح نستعمله، هذا الشكل إحنا راح نستعمله. أيضا أكو مودولز اللي هي هاي تكون تكون مباشرة ملحومة على بورد. طبعا هاي سهل استخدام اللي هو البزر، بدل ما تستخدموه بهذا الشكل راح يسهل استخدامه باستخدام المودولز اللي هو يكون ملحوم على بورد. طبعا هذا تشوفون اكو امامكم هاي مجموعة من البزرز واشكال مختلفة. طبعا هو يكون البزرز هو يتكون من تو الكترويد، يعني متكون من اثنان، متكون من هاي اثنين اقطاب اللي هي تكون الجزء الطويل راح يكون الموجب والجزء القصير اللي هو راح يكون السالب. اذا يتكون من الموجب والسالب، تشوفون كلها نفس الشيء. طبعا عندنا نوعين من البزر، عندنا اكتف وعندنا باسيف. بالنسبه للاكتف هو يحتوي على طبعا فايبريشن يكون بداخله، يعني بدون انه هنا أنا مثلا the external only need to provide voltage. احنا يعني هذا البزر الاكتف راح يكون يحتوي على internal multivibration، يعني يحتوي بداخله على vibration موجود بداخله يعني داخل structure مالته. فاحنا نحتاج فقط انه نحتاج فقط انه نجهزه فولتيه، وتكون هاي الفولتيه يعني اللي نجهزه فقط فولتيه، ونرسل له فقط fixed frequency sound، يعني frequency يكون ثابت. اكيد هو يحتاج البزر حتى يشتغل يحتاج الى frequency متغير حتى يعطيني صوت معين. فهنا في حاله الاكتف هو موجود بداخله vibration، فمنحتاج فقط انه نجهزه فولتيه بالاضافه الى انه يكون نرسل له الفريكوانسي يكون ثابت. فمنحتاج انه نرسل له فريكوانسي متغير حتى يعطيني صوت اللي نريده. هذا بالنسبه للاكتف. اما الاكتف ما يكون بداخله، يعني طبعا احنا قلت لكم عن فايبريشن هنا، معناته انه هنا يحتوي على بداخله انه اوسيليتر مذبذب، ذبذبات يعطيني. فلهذا السبب احنا ما نحتاج انه نعطي فريكونسي متغير. اما بالنسبه للباسيف نو انترنال اوسيليتر، يعني معناته هنا ماكو بداخله اوسيليتر مذبذب، لذلك نحتاج اكسترنال سيركت حتى نجهز له الفريكونسي اللي من خلاله يعطيني صوت معين. فاذا نحتاج الى فريكونسي متغير حتى يعطيني الباسيف موديول الصوت اللي نريده. أما بالنسبة للأكتف لا، فقط إنه نحتاج إنه نجهز له فولتية وفيكسد فريكونسي. هاي الفرق بين النوعين اللي هي الأكتف والباسيف. طبعا أنتم من راح تربطون بالنسبة للنوعين، سنرجع على هذا السلايد في حالة إذا ريد نشيكه بالنسبة نشيك البزر هل هو اكتف او باسيف ويا الاردوينو. حاولوا تطون البزر انطوه مثلا
اللي هو مثلا هاي فقط هاي لا تطوب بي دبليو ام يعني فولتيت المالتي الفريكونسي يكون ثابت وشوفوا راح يشتغل يعطيني صوت لو لا في حالة إذا انطيته هاي فقط هاي يعني ثابت فيكسد الفريكونسي انطيته هاي واشتغل البازر إذن هذا أكتب أما في حالة إذا انطيته هاي فريكونسي ثابت وبنطى أي صوت إذن هذا بسد تشوف يعني طبعا من تطو يقوم ما يشتغل فقط السمعون أكو بس طقة هيجي تكون بالبازر وما يشتغل هذا معناتها بسد إذن يحتاج إلى فريكونسي متغير فنحتاج إنه هنا ما نجهز هاي ولو فقط وإنما بدال الهاي إيش راح نعطي نعطي بي دبليو أم إذن هو راح يكون فريكونسي متغير فلهذا السبب راح يعني نقدر نشغله بالبسط أما بالنسبة للأكتف لا فقط إذا طيتو بي دبليو أم أو طيتو هاي راح يشتغل كلتا الحالتين لأن أصلا هو بداخله أكو أوسيليتر وهاي في حالة إذا تريدون تشيكون بين الأكتف والبسط باستخدام الأردوينو طبعا هاي أكو فروقات بيناتهم هنا شوفوا الأكتف بازر شوفوا يكون حجمه أكبر من الباسيف بازر هنا أيضا أكو فرق هنا هذا عندنا الأكتف بازر راح يكون هيك شكله من الداخل وهذا الباسيف بازر راح يكون هذا شكله من الداخل هنا راح نشوف إنه الأكتف بازر نفس الشيء اللي يقول إنه هي السورس أوسيليشن بالإضافة إلى إنه الأكتف يعني بالنسبة للباسف أنت بالنسبة للباسف يكون ما موجود بداخل أوسيليتر ما راح يصير ذبذبة بداخله لذلك إحنا نحتاج بالنسبة للباسف إنه نجهزه من 2 إلى 5 كيلو سكوير ويف حتى نشغله طبعا الاكتف بازر راح يكون اغلى من الباسيف لانه يحتوي على ملتيبل اوسيليتنج سيركت لان قلنا يحتوي على بداخله على سيركت اللي يسوي لي الذبذبه الفائده من الباسيف بازر اللي هو يكون ارخص والفائده من الاكتف بازر انه هنا بروجرام كنترول كونفيدنس هاي أيضا هنا راح نشوف البنات بالنسبة للبزر هنا عندنا قلنا القصير اللي هو نيجاتيف والطويل اللي هو البوزيتيف الكومبوننت الثاني اللي راح نستعمله بالألارم سيستم اللي هو نقصد به نظام الإنذار اللي هو PIR سنسر اللي هو يكون باسيف انفراريد ديجيتال أنبوت انتبه له اللي هو يكون أنبوت وديجيتال الـ PIR sensor هو من خلال راح نتحسس الحركة إنه إحنا راح نتحسس حركة يعني always دائما يستعمل حتى يسوي اكتشاف حركة الإنسان ويكون طبعا هاي الحركة الحركة راح يتحسسها تكون ضمن range يعني مو range مفتوح بأي بعد راح يقدر يتحسس وإنما يكون من ضمن رينج فأي حركة تكون من ضمن السنسر رينج راح يتحسس هذا السنسر ويعطيني إشارة هنا نقدر طبعا يستعمل هذا بكثرة بالهومز والبزنس يستعملوا دائما حتى يتحسس في حالة إذا حركة صارت خارج البيت هاي أكثر الأحيان إحنا نشوفها يستعملوها طبعا للسيكوريتي بالإضافة هنا نقدر نخ ال PIR هو اختصار للباسف انفراريد أو نقدر نطلق عليه اللي هو IR motion sensor IR motion sensor طبعا هو الأشعة تحت الحمراء نقصد فيها صراحة تفهمون ليش إنه يسموه يعني هو اسمه باسف انفراريد شلون راح نستفاد من الأشعة تحت الحمراء الـ PIR sensor إلى ثلاثة terminal اللي هي الـ VCC والـ ground والـ output signal نفس الشيء هي كل sensor يتكون من هاي الثلاث بنات
أكيد هي الـ VCC والجراوند والسيجنال. هذا شكل اللي هو الـ PIR sensor. هنا عندنا الـ ground، هنا السيجنال راح ندخلها، راح طبعا الأوت نقصد به إنه راح يدخل سيجنال إلى الأردوينو وبالإضافة إلى الـ VCC، واللي راح تكون شكلت قيمتها 5 فولت. هذا الحساس اللي طبعا هو هذا الحساس راح generate energy when exposed to heat، يعني معناته انه هنا راح يعطيني طاقة في حالة اذا تعرض للحرارة. ما يتعرض حرارة راح يعطيني طاقة من خلالها راح يتحسس الاشياء اللي امامه. طبعا موجودة على الحساس بس احنا من شفناه بهذا الشكل، هذا الغطاء فوقه هو عبارة عن عن عدسة اللي من خلالها، هي عبارة عن عدسة لامة اللي من خلالها راح تجمع هاي الأشعة اللي راح تنطلق من الأجسام. طبعا هنا قلنا انه راح يعني انرجي، راح يطلق انرجي في حالة اذا تعرض للحرارة. شلون راح يتعرض للحرارة؟ يعني هنا راح يتحسس انه الأجسام الحية مثل الإنسان، الحيوان، راح هو عبارة عن أجسام الحية. أجسام الحية شنو تطلق يعني جسم الإنسان بحرارة، فالحرارة من خلالها من يحسس الحرارة نعم نشوف إنه human or animal body يطلق حرارة energy بشكل أشعة تحت الحمراء، فهذا الحساس راح يتحسس هاي الأشعة ويعطيني إشارة. ففي حالة إنه يعني إنه جسم الإنسان مثل ما قلنا إنه جسم الإنسان أو الحيوان راح يطلق حرارة، فبشكل اللي هي شو تكون infrared radiation، يعني بشكل أشعة تحت الحمراء. فأثناء ما يتحسس راح تنطلق هاي الإنرجي، راح يتحسسها الحساس من عن طريق هاي العدسة النامة، راح تدخل إلى الحساس مباشرة، فراح يتحسس في حالة إذا أكو جسم راح يعطيني هاي، أما في حالة إذا ماكو جسم راح يعطيني لو. هشوفون شلون الأشعة انطلقت من الجسم، هاي أشعة تحت الحمراء، فمباشرة هاي العدسة اللامة راح تلم الأشعة وتوجهها إلى الحساس مالت الـ PIR. طبعا هنا الحساس اللي هو يكون على شكل يكون هو باسيف انفراريد وليس أكتف، إذا معناته إنه ما يحتاج إلى شيء خارجي، إلى طاقة حتى يشتغل، وإنما هو مباشرة راح يتحسس ويولد الطاقة. الجزء الثالث، الكومبوننت الثالث اللي راح نستعمله بالتجربة اللي هو MQ gas sensor. MQ هي عبارة عن مجموعة من حساسات الغاز اللي تحتوي بداخلها على هيتر، سمول هيتر بداخل الحساس. طبعا تتحسس هاي الحساسات مجموعة من الغازات range of gases نقدر نستعملها في مجموعة، يعني تكون أماكن خصوصا في المطابخ، يعني تكون موجودة. فتتحسس لي إذا في حالة إذا كان حصل تسرب غاز بأي مكان، راح مباشرة راح يعطيني إشارة هاي معناته إنه صار تسرب بالغاز. طبعا هاي الحساسات راح تختلف، يعني تختلف كل حساس راح يتحسس مجموعة من الغازات، مو الحساسات نفسها راح يعني الحساسات كلها راح تتحسس الغازات نفسها، وإنما كل نوعية من الحساسات MQ راح تتحسس مجموعة من الغازات. الأوتبوت راح يكون أما أنالوج أو راح يكون ديجيتال. طبعاً ستشوفون أكو الحساس، أكو نوعية من حساس الموديوت راح يحتوي على بين أنالوج وديجيتال، يعني أما تريدون تستعملوه كأنالوج أو تستعملوه كديجيتال. طبعا هو هنا نشوف انه يقدر يتحسس اللي هو ال LPG، البوتان، هنا البروبان، بيوتان والبروبان والميثان والكحول همين يقدر يتحسس، وهي مجموعة من الغازات اللي يقدر يتحسس اللي هو ال LPG والبيوتان وغيرها. ايضا السموك
يقدر يتحسسه. فإذا هو فائدته إنه يتحسس لي تسرب الغازات. هذا شكل الحساس راح يكون بهذا الشكل الموديول. تشوفون هنا عندنا هذا التيرمينال، عندنا هذا الانالوج وهذا الديجيتال بالإضافة إلى جراوند والفي سي سي. هنا هذا الليد اللي هو من خلاله أثناء ما أربطه بالباور راح هذا الليد راح يشتغل. هذا البوتنشيميتر، البوتنشيميتر من خلالها راح أزيد وأقلل من السنسيفيتي مال الحساس. يعني هنا نقدر نزيد ونقلل من الدقة مال الحساس، السنسيفيتي الحساسية، يعني إيش قد الحساسية مال التحسس مالته. طبعا هنا أيضا عندنا الديجيتال أوتبوت ليد، هنا مالت الأوتبوت الديجيتال راح يشتغل أثناء ما يشتغل الديجيتال أوتبوت. هذا اللي راح يعمل. هذا بكل بساطة هو الحساس اللي هو غاز سنسر. هنا دا يقول إنه الموديول have built in variable resistance اللي هي نقصد هاي variable resistance اللي من خلالها راح نغير sensitivity of the sensor، قلنا الحساسية مال السنسر اللي راح يتحسس بيها الغاز. هنا كل ما كان الغاز أكثر the greater the output voltage، الفولتية تكون أكثر. يعني هنا كل ما كان الغاز أكثر راح يكون high output voltage، أما إذا كان لا يوجد غاز ما يتحسس أي شيء راح يعطيني low output voltage. إذا high فإذا أكو دا يتحسس غاز، إذا low فإذا ما دا يتحسس غاز. هنا فقط نبين إنه الربط مالت الحساس. هنا عندنا البن، قلنا هنا عندنا الأنالوج والديجيتال اللي راح نربطها الـ A0 بالأنالوج بن والD0 اللي هو بالديجيتال بن، والجراوند ويا الجراوند مالت الأردوينو، والVCC ويا الخمسة فولت مالت الأردوينو. المكون الرابع اللي راح نستعمله بالألارم سنسر، عفوا بالألارم سيستم، اللي هو FIR Flame Sensor، واللي هو يكون Digital and Output. طبعا هنا Digital and Output أو Digital and Analog Input. Input هنا افتهموها، يعني لازم تعرفون إن هنا هذا Input لأن راح يدخل لي إشارة، راح يتحسس هذا الحساس راح يتحسس للفلايم اللي هو اللهيب، معناته راح يتحسس لي اللهيب والحرائق ويعطيني إشارة إنه في حالة إذا تحسس لهب مثلاً راح يعطيني إشارة هاي، نفس الغاز سنسر بس الغاز راح يتحسس غاز، وإنما هنا FIR راح يتحسس لي الفليم. ففي حالة إذا تحسس الفليم راح يعطيني هاي، وأما في حالة ما تحسس راح يعطيني لو. هنا هذا الحساس فائدته إنه يقلل اللي هي الخطورة مالت الحرائق. فهنا يعني يستخدموه في حالة يتحسس في حالة إذا حصل حريق. نوات نشوف بالبنايات إذا هاي الحساسات الموجودة بالبنايات إذا تقرب صار حريق أو شيء راح يعطيني إنذار، وبعدها نوات نشوف إنه رشاشات الماء راح تبدي ترش على البناية. هاي هو هذا الحساس النقصد به، إنه من يتحسس أي دخان أو حريق إذا في حالة تحسس لهيب فإنه راح رأسا يطي هاي، وراح تبدي البزر راح يبدي يشتغل. هذا الشكل مال الثاني. طبعا أما تشوفوه يكون هذا الشكل لونه أحمر، أو تشوفوه بهذا الشكل اللي هو اللون الأزرق. نانا يتكون أما من ground و VCC و digital input، هذا اللي هو الموديول نشوفه إنه يتكون من ثلاثة تيرمينال، أو يتكون من أربعة تيرمينال. هذا الشكل اللي هو ينضاف له الأنالوج input، يعني أما فقط digital أو analog ينضاف له. طبعا نفس الشيء هي analog و digital و ground و VCC،
نفس كل حساس. بالإضافة إلى أنه هنا عندنا أيضا مقاومة متغيرة اللي من خلالها راح أغير الحساسية مال التحسس مال الحساس. طبعا يعني معناتها كل ما يعني يتحسس أقل قيمة، مثلا أي قيمة تجي قليلة راح مباشرة يتحسسها، أو أزيد المقاومة راح يتحسس الكميات، يعني إلى أن أزيد حال الكمية مال اللي هو الفلين يلا يبدي يعطيني إشارة. طبعا هاي نتحكم بها عن طريق المقاومة المتغيرة. هنا عندنا هنا البروبرتيز مال الموديولز اللي هو اف اي ار، قلنا يتحسس الفلين او لايت سورس اللي هو يكون الويف لينث مالته طول الموجة مالته بين 760 نانومتر الى 1100 نانومتر. المسافة اللي يتحسس بيها هذا الحساس لازم تعرفوها، انه ايش قد المدى اللي راح يتحسس به هذا الحساس. يعني هنا نشوفه هنا هذا المدى مثلا، وايضا بالنسبه للمدى وبالنسبه الى الزاويه اللي راح يتحسس بها، ايش قد الزاويه لازم هم نعرفها. هنا مثلا عندنا ديتكشن ديستنس اللي هي 20 سنتيمتر، تاخذ 4.8 فولت، توصل الى تقريبا 100 سنتيمتر، يعني من 20 سنتيمتر الى 100 سنتيمتر اللي هي هنا عندنا 1 فولت. يعني 100 سنتيمتر يتحسس بواحد فولت، أما 20 سنتيمتر لأنه راح يكون قريب فيعطيني إشارة اللي هي تكون 4.8 فولت. إذا راح أزيد الفولتية كل ما قربت، يعني معناته هنا زاد اللهيب زاد اللهيب زاد الحريق فتقرب من الحساس فيعطيني فولتية أعلى. أما إذا كان اللهيب قريب فتكون الفولتية مالته قليلة لأن مسافته تكون مثلا بعيدة. هنا الزاوية اللي يتحسس بها هذا الحساس توصل إلى 60 درجة. بالإضافة إلى أنه هنا يوجد مقارن اللي هو نوعية كومبريتور اللي يكون LM393 اللي هو يكون هذا المقارن موجود فيه. طبعا هذا يخلي يقارن القراءة ويخليها تكون stable. بالإضافة إلى أنه عندنا الأوبريتنج فولتج اللي هي تكون شو يعني الـ VCC يقدر يشتغل بين 3.3 فولت إلى 5 فولت. هاي الخصائص مالت الحساس اللي هو FIR. هذا قدامكم شوفوا شقد الزاوية اللي يقدر بيها يتحسس واللي يقدر يشوفها هذا الحساس، يعني فقط 60 درجة يقدر يشوف هذا الحساس أمام اللهيب، أكثر من هاي ما يقدر. فشوفوا يوصل فقط 60 درجة. الحساس الخامس والأخير اللي هو شوك سنسر اللي هو أيضا يكون ديجيتال وأنالوج أم ديجيتال وأنالوج أمبوت. هذا النوعية اللي هو يكون نوعيته اللي هو هاي نوعية، بالإضافة إلى أنه يكون اللي هو كيس 002 vibration. طبعا هذا نقصد به المفتاح اللي يكون بداخل الـ vibration sensor اللي هو تكون نوعيته 002 vibration sensor. طبعا هذا الحساس هو عبارة عن switch، هو عبارة عن switch. من يصير اهتزاز السويتش راح ينغلق فيعطيني low، أما في حالة إذا ماكو اهتزاز السويتش راح يظل مفتوح فيعطيني هاي، هيك راح يشتغل هذا الحساس. فإذا إحنا لو راح نشوف التصميم مالته هو يتكون عبارة عن سويتش ومقاومة فقط. هاي هذا التصميم الداخلي مال هذا السنسر. طبعا هو يستخدم حتى يسوي ديتكت للشوك والشيكينج، يعني الاهتزاز يسوي يتحسس الاهتزازات. في حالة إذا حصلت هزة تحسس أي هزة فإن الأوتبوت إيش راح يكون؟ راح يرسل لي لو، مثل ما قلنا إذا في حالة إذا تحسس أي هزة راح يتحسس راح يكون الأوتبوت، يعني راح يدخل للأردوينو لو. طبعا تشوفون البنات هي عبارة عن جراوند
بالإضافة إلى الباور، بالإضافة إلى الأوتبوت اللي هو نقصد به إنه راح يطلع لي إشارة للأردوينو. هذا الشكل مالته السويتش اللي هو vibration sensor. شوفوا التركيب الداخلي مالته، هو يتكون من هذا السويتش اللي هو يسموه vibration sensor، أي هزة راح مباشرة هذا السويتش راح ينغلق. شوفوا من راح ينغلق إيش راح يوصل لي؟ الجراوند راح تتوصل بالأوتبوت فراح يعطيني لو. أما في حالة إذا كان مفتوح فراح يربط الباور عن طريق المقاوم راح يتصل بالأوتبوت يعطيني هاي. هذا هو شغل الشوك سنسر. نجي على المكونات مال هاي التجربة. طبعا هاي المكونات هي راح نستعملها اللي هي البريد بورد، الاردوينو اونو اكيد، والجمبر وايرز، بازر البي اي ار والغاز والاف اي ار، ومقاومه اللي هي 1 كيلو. هذا الربط مات النظام مالتنا. شوفوها هي كلها عباره عن 3 بنات اللي هي يعني تكون 3 بنات أساسية اللي هي الـ VCC والجراوند بكل الحساسات هاي قدامكم VCC والجراوند، بالإضافة إلى أنه السيجنال، والسيجنال قد تكون اثنين ديجيتال وأنالوج، أو قد تكون فقط ديجيتال أو قد تكون فقط أنالوج. شوفوا هنا عندنا هذا الحساس هنا، هذا بالإضافة إلى الـ VCC والجراوند راح نربطه بال اللي هو الـ A1 بالأنالوج. عندنا الـ BIR راح نربطه بالبن اللي هي 8 ديجيتال. أما هنا الشوك سنسر راح نربطه بالبن اللي هو رقم 7. بالإضافة إلى هنا عندنا اللي هو البزر راح يربط هنا عندنا الباور اللي هي الـ VCC نقصد بها، أو هي يعني نربطها إحنا بالسيجنال اللي راح تجي، فراح نربطها مقاومة بعدها إلى المقاومة بعدها إلى البن هنا، البن اللي هو يكون رقم 3 BWM، لأن إحنا هنا شو استعملنا بس، فنحتاج إلى BWM حتى يسوي لي فايبريشن ويشتغل الباسف سنسر. طبعا شرحنا إنه شلون نشيك حتى تفرقون بين الباسيف والاكتيف عن طريق الاردوينو، او تقدرون من تشتروا اكيد راح تسالون ذا هو باسيف او يعني باسيف او اللي هو الاكتيف، وشفنا الفروقات بيناتهم ايضا بالنسبه للحجم بالنسبه للغطاء مالته. بالنسبه ايضا للفليم اللي هو تحسس الحرائق راح نربطه بالانالوج وراح نعوفه ديجيتال، بس راح نقرا الانالوج نربطه بالأي نوت. طبعا هاي شنو النظام من أمامكم، راح أثناء ما يتحسس أي غاز أو حركة أو حريق أو اهتزاز راح مباشرة أي من هاي المتحسسات راح تشتغل، راح مباشرة يشتغل اللي هو البزر، راح يعطيني بيبينج اللي هو يعني يعطيني صوت البزر. هنا الربط مال اللي هو نقصد به الربط مال الدائرة. نجي بعد هنا هذا البرنامج قدامكم. عرفنا المتغيرات اللي هي بالنسبة للبنات اللي ربطنا عليها، الحساسات بالنسبة للـ FIR والغاز سنسر، بالإضافة إلى البزر رقم 9، الـ BIR 8، الشوك اللي هو رقم 7. وعرفنا الـ variables اللي من خلالها راح نخزن بيها القراءات مال الحساسات. هنا عندنا راح نعرف المود مال كل بن، عندنا البازر output والـ BIR والشوك اللي هو input بانبوت. هنا راح نبدي نقرأ. طبعا هذا تشوفون الـ BIR والشوك فقط عرفناها. هنا نرجع وينها الـ BIR والشوك سنسر. شوفوا فقط ذني قلنا عليها output، ليش البقية ليش ما عرفناها بالمود؟ لأنه ربطناها بالأنالوج وقلنا الأنالوج ما نحتاج إنه نطي
المود مالته، ما نكتب المود مالته لأنه هو مباشرة راح يعرفه. فبس هذني عرفناها اللي احنا ربطناها للديجيتال. هنا أنا راح نبدي نقرأ اللي هو الـ FIR، نبدي نقرأ القيمة اللي هي بداخل اللوب، راح ندخل نبدي نقرأ القيمة الـ FIR والـ PIR والـ Gas Sensor بالإضافة أيضا إلى الشوك. هنا عندنا الـ FIR والـ Gas Sensor Analog Read نستخدم، أما الـ PIR والشوك اللي هو Digital Read. هاي كلها شرحناها احنا قبل.